دكتور ساناباغ زاهدي، who is the head of judiciary committee of NCRI، and uh, he will uh, do his speech in Arabic. شكرا لعطتي هذه الفرصة. هي هناك حقائق كثيرة دامغة في هذا الموضوع في قضية ارتكاب مذرة بحق سجناء السياسيين في عام 1988. يمكن نقلها باصحاب بتفصيل، وبعض منها قيل وبعض منها يجب ان يقال فقط انا اريد ان اركز على ثلاث نقاط لا اكثر النقطه الاولى هي الرد على هذا السؤال لماذا ابن منتزري في الوقت الحالي قام ببث هذا الشريط والرد بكل سهوله أنه رأى أن الوقت مناسب لهذه العملية بمعنى أنه رأى أن النظام النظام بلاية الفقيه أو نظام الملالي فقد توازنه فحقيقة لخامنئي ولقيادة هذا النظام لم يعد نفس الهيمنة التي كان يتمتع بها سابقا فاستطاع من استغلال هذه الفرصة لبث هذا الشريط وللعلم الرجل لما سالوه او دعوه للاستجواب فحددهم بان هناك كثير من هذه الوثائق يمكن لي يمكنني ان انشرها وان اكشفها فالنظام ايضا اخذ جانب الاحتياط هناك نقطه اخرى ايضا اريد ان اتطرق اليها وهي أن هذه الجريمة التي ارتكبت بحق السجناء السياسيين فريدة من نوعها في التاريخ الحديث في العصر الحديث لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن هناك طبعا كثير من المجازر ارتكبت في دول أخرى على سبيل المثال في رواندا في كمبوجيا في سربنيتسا في الدول الأخرى لكن أعتقد التاريخ لم يشهد خلال العقود الأخيرة حتى أو الأصول الأصل الحديث أن السجناء الذين أدينوا بمدد من السجن سنة سنتين ثلاث سنوات خمس سنوات عشر سنوات بيد النظام الحاكم والنظام يعود مرة أخرى ويؤدم هؤلاء السجناء لا أعتقد أن هناك نموذج آخر في التاريخ من هذا النوع لذا هذه الجريمة جريمة في بشاعتها فريدة هناك نقطة أخرى أيضا وهي النقطة الثالثة وهي أن الـ الـ الوقت أو التوقيت لهذه الجريمة كانت مباشرة كان مباشرة بعد الحرب الإيرانية العراقية يعني النظام الإيراني للتو خرج من الحرب فأمر خميني بإعدام السجناء السياسيين والعالم طبعا هذه الجريمة ارتكبت في سرية هامة ومطلقة فلم يعرف الكثيرون ماذا حصل لكن هناك إذن نوع من التعتيم من التعتيم العمدي في العالم وفي الغرب تجاه هذه الجريمة لأنهم قالوا أن خميني والنظام الملالي وافقوا اه مع نهاية الحرب مع نهاية الحرب الإيرانية العراقية فيجب أن نعطيهم امتياز بهذا السبب ولذا هم تعتموا أو تجاهلوا هذه الجريمة بعد أشهر من هذه الجريمة أيضا مات خميني بعد أشهر وجاء رفسنجاني مع عمامة بيضاء وقال قالوا انه رجل الاعتدال، رجل الديمقراطية، رجل البراغماتية فيجب ايضا ان نعطيه امتياز. فلذا العالم لم يتكلم الغرب لم يتكلم كثيرا عن هذه المجازر وعن هذه المجزرة لكن في المقابل كيف أخذ النظام هذه الرسالة النظام استوعب بشكل جيد هذه الرسالة وأدرك بأنه باستطاعته أن يرتكب أي جريمة بأي منهاج وبأي شكل وبأي هجم ويستطيع أن يمر الغرب مرور الكرام من هذه الجريمه كما فعلوا فبعد ذلك بدا هذا النظام بارتكاب مجازر اخرى وجرائم اخرى كما تعرفون جيدا ماذا فعل في المشروع النووي وكم صرف مئات المليارات من ثروات الشعب الايراني لمشروع لا وطني نهائيا كما انه قام بتسطير هذه المجازر الى الدول الاخرى الى العراق الى العراق الشقيق الى سوريا اليوم الى اليمن الى البحرين الى الدول الاخرى يعني هذه المجازر التي ترتكب الان في هذه الدول ايضا استمرار لمجزره السجناء السياسيين في ايران يجب ان ننظر هذه النظره حقيقيه الى هذا الواقع فاذا اردنا ان نزع هذا النظام الى حد يجب ان نبدا من حيث بدانا من اين من التركيز على هذا الموضوع الى هذا المجزره وهذا هو عملنا وشأننا في الوقت الحالي واعتقد أننا نستطيع ويجب أن نركز على هذا الموضوع خاصة وأن جميع المتورطين في هذه المجزرة هم الآن في سدة الحكم في أعلى المناصب الحكومية من خامنئي إلى رفسنجاني إلى بور محمدي إلى إجي إلى غيرهم كلهم في أعلى المناصب الحكومية فيجب محاكمتهم ومغاضاتهم وأعتقد أن ذلك نستطيع أن نقول أن هذا النظام سيحاصر في داخل إيران ولن, يكو... ولن يعد يستطيع من إن يصدر هذه المجازر الى الى الدول الاخرى ايضا كما يفعل وشكرا